عملوها ابطال الجزائر بحفظهم ودفاعهم عن القضيه بتاعتهم. لجنه كولينا، لجنه التحكيم الدوليه، تسلم رسمي القرار النهائي الى انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي، واخبار اكثر من رائعه للمنتخب الجزائري. لو انت محب المنتخب الجزائري وتريد اعاده المباراه، دوس لايك واشترك في القناه علشان اخبار مفرحه جدا. قرر لجنة التحكيم برئاسة كولينا الانتهاء من دورها وفحص الملف المقدم من المنتخب الجزائري وإحالته إلى رئيس الاتحاد الدولي أنفنتينو لصياغته وصدوره إلى العلن بعد الفضائح التي ارتكبها الحكم بكاري جسام دون تعمد. وهذا ما صدر كولينا بأن الأخطاء التي حدثت أثناء المباراة أثرت على نتيجة المباراة دون تعمد بكاري جسامة، وهذا يدل على دفاعها على الحكم بكاري جسامة. وقررت اللجنة أيضا إقصاؤه من إدارة مباريات كأس العالم، وهذا يؤكد ويدل على أن الملف الجزائري قوي للغاية دون إثبات قضية الرشوة. دون إثبات الملف الجزائري لم يثبت قضية الرشوة، ولكن أثبت الأخطاء التحكيمية الغير متعمدة حسب رؤية كولينا، وأصدر إعادة مباراة الجزائر دون جمهور في دولة قطر. وسوف يعلن الاتحاد الدولي القرار النهائي خلال الأيام القادمة بعد صياغته، وهذا خبر مؤكد وأكدته جريدة لوزيرن السويسرية. وهناك أعضاء داخل الاتحاد الدولي أكدون بالفعل، ومنهم هاني أبو ريد.